الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي الذي نستضيف فيه اليوم الأستاذ وليد الزبيدي ليحدثنا في محاضرة عن اقتصاد العالم الجديد، الآفاق المنظورة. فليتفضل، جزاه الله خيرا. شكرا جزيلا للاستضافة في هذا المجلس المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يعني أعتذر عن ثغرات كثيرة ستكون في هذه المحاضرة، أعتقد لأسباب موضوعية. السبب الأول أنه لم يتم الاتفاق على مضمون وآفاق هذا المصطلح الاقتصادي الجديد الذي يطلق عليه الاقتصاد العالم الجديد، ويطلق عليه اقتصاد المعلومات، وأيضا اقتصاد الانترنت، وهناك من يسميه اقتصاد العولمة. ولأن عمر هذا الاقتصاد تاريخه ما زال قصير قياسا بالاقتصاديات الكلاسيكية والتقليدية، فربما تكون بعض الثغرات التي تحتاج إلى أكثر بحث وتوسع وتعمق. أيضا ما كان فرصة للإلمام بجميع هذه الجوانب الخاصة بهذا الاقتصاد. إذا أردنا أن نتعمق في هذا الموضوع اقتصاد العالم الجديد، لابد من العودة إلى المنظر الأول للاقتصاد السياسي في العالم المعروف آدم سميث، يعني من القرن الثامن عشر، بدايات القرن الثامن عشر، يعني 1723 ولادته إلى 1790. أنا أعتقد بأن الغالبية العظمى من المهتمين في الشأن السياسي في منطقتنا وحتى في العالم يخطئون في فهم السياسات الدولية الكبرى، لأنهم يعتقدون أو يؤمنون بأن السياسة هي المحرك الأساسي وليس الاقتصاد. ولكن بعودة بسيطة إلى الصراعات التي حصلت على الأقل في القرون الثلاث الماضية، من يبحث سيجد أن المحرك أو العامل الأساسي في نشوب الحروب والصراعات هو عامل اقتصادي. وعليه فإن النظرة المستقبلية النظرة المستقبل القريب والبعيد لتطورات الأحداث وتداعياتها في منطقتنا أو في العالم إن لم تكن على اطلاع على الأقل جيد في الانتقالات الكبيرة التي تحصل في الاقتصاد في العالم، ربما تكون هناك المخرجات في التفكير أو في التخطيط أو في رسم السياسات المستقبلية غير دقيقة. نحن ما زلنا نتحدث عن الرؤية الغربية وتحديدا الأمريكية في المنطقة من زاوية اقتصادية بحت. نحاول في هذه المحاضرة أن نتحدث عن الاقتصاد الكلاسيكي في الولايات المتحدة، أو المدخلات للاقتصاد في الولايات المتحدة والمشاريع التي حصلت في السابق قياسا بالاقتصاد الجديد في الولايات المتحدة تحديدا. معروف بأن الاستعمار ربما كان رائد هذا الاستعمار، بريطانيا ذهبت إلى العالم أو الدول واستعمرت، وبعدها فرنسا والبرتغال
إسبانيا بهدف اقتصادي بحت. هناك غطاء ديني أحيانا وهناك غطاء سياسي، ولكن في الواقع البحث دائما والصراعات والصدامات كانت لأهداف اقتصادية. جدير بالذكر أن العالم الجديد الذي اكتشفه كولومبوس، الولايات المتحدة سمي العالم الجديد وبعد ذلك الولايات المتحدة، ما كان كولومبوس عندما خرج في 2 أب أغسطس 1492 ما كان ذاهب ليكتشف عالم جديد. في الواقع كان يعني رحلته لاكتشاف طريق قصير يربط بين أوروبا في ذلك الوقت وبلاد الهند، وكان السبب هو لتسهيل وصول الفلفل الحار، احنا عندنا الآن نسمي لأهميته بالنسبة للغرب والإقبال عليه. وبالصدفة في طريق اكتشف أن هناك قارة جديدة سميت الولايات المتحدة، ومعروف طبعا بعد ذلك الصراعات بين بريطانيا وفرنسا والأمريكان الذين ظهروا، وصارت حروب وصراعات إلى أن أصبحت أمريكا القارة والدولة الأمريكية هي الدولة الأقوى اقتصاديا، وأعطت القوة الاقتصادية طبعا قوة سياسية وقوة إعلامية وغير ذلك. لم تكن القوة السياسية بالأساس وإنما الاقتصادية. عليه فإن يعني ما نريد أن نتحدث عنه أن هل الولايات المتحدة ما زالت ترسم سياساتها القريبة والبعيدة في ضوء مصالح ورغبات باحتكارات والسيطرة والهيمنة الاقتصادية، أم أن متغيرا كبيرا حصل داخل الولايات المتحدة؟ هذا المتغير باعتقادي أثر كثيرا ويؤثر على تغيير طبيعة السياسات الأمريكية، وطبعا من أهمها السياسة الأمريكية في المنطقة العربية والشرق الأوسط بصورة عامة. منذ اكتشاف النفط في بدايات القرن الماضي والاهتمام به عالميا، وبعد ذلك اهتمام الولايات المتحدة تحديدا بما يطلق عليه مصادر الطاقة في ذلك يعني قبل عقود من الآن، والحديث والعقول والتفكير وهو ليس خطأ أن يذهب إلى أن السياسة الأمريكية تتحرك وتحرك، تتآمر وتغير أنظمة وتثير زوابع وحروب، والهدف بالأساس هو تأمين مصادر الطاقة النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط وتحديدا من المنطقة العربية. وهناك هدف آخر طبعا هو من الأهداف غير المنظورة، ونتحدث في هذه المحاضرة عن الأهداف المنظورة التي نستطيع أن نتلمس بعض أطرافها وأعماقها لأهميتها. الهدف الآخر طبعا للولايات المتحدة هو تأمين أمن إسرائيل، وهذا لا يختلف عليه أحد، ولكن أن يحقق هدفي في آن واحد فهذه سياسة اقتصادية وسياسة دولية خارجية مهمة لأصحاب القرار بالنسبة للإدارة الأمريكية ولأمريكا. عندما نتحدث الآن عن الاقتصاد العالم الجديد، كما قلنا نتحدث عن اقتصاد المعرفة أو اقتصاد الانترنت. هذا الاقتصاد عمره قصير جدا، وتحديدا بدأ يعني إذا أردنا نعطي تحديد يعني فترة زمنية لبدايتها، يمكن القول بأنه بدأ منتصف ثمانينات القرن الماضي، ويؤرخ المختصون لأول دومين في الانترنت أنشئ في عام 1984. طبعا مثل أي اقتصاد تقني أو كل الاقتصادات التي ظهرت كان يعني نموه في البداية بسيط، ولكن من 1984 إلى منتصف التسعينات حصلت انتقالة كبيرة جدا في هذا الاقتصاد بعد التوسع في عالم الانترنت.
ولهذا الشركات الكبرى التي نشاهدها اليوم تهيمن على الاقتصاديات في العالم ظهرت في التسعينات ذلك القرن الماضي. إذا أخذنا واحد من يعني السمات المنظورة، الآفاق المنظورة لهذا الاقتصاد، الآن الحديث ينصب على صراع وتحديات كبيرة ومنافسات بين الولايات المتحدة والصين في موضوع الاقتصاد العالمي. هذا الصراع وهذه الحروب حروب مالية وليست حروب عسكرية، وأن يكون هناك بعض التلويح أحيانا، ولكن الكل يقتنع بأن من ينتصر في الاقتصاد هو الذي ينتصر في كل شيء. والاقتصاد معرفة، فمن لديه بنية تحتية في هذا النوع من المعرفة والتقنيات الحديثة بالتأكيد هو الذي سينتصر. فعندما نقول بأن الاقتصاد أو اقتصاد المعرفة، الاقتصاد العالم الجديد، يعني عمره الآن بحدود يعني عقدين من الزمن، نستطيع أن نأخذ مؤشر، هذا المؤشر عن الناتج الإجمالي في الصين في عام 1997 كان يوازي 11% من الناتج القومي للولايات المتحدة. في عام 2017 أصبح الناتج القومي الصيني يوازي 63% من الناتج القومي الأمريكي. طبعا يعني نفوس الصين تعادل 4 أضعاف نفوس الولايات المتحدة، ولكن البنية الصناعية للولايات المتحدة والاستقرار بالتأكيد يختلف عن الصين. عندما تتمكن الصين خلال 20 سنة من أن تنتقل هذا الانتقال الكبير، إذن هناك أهداف مرسومة وهناك بنية تحتية وهناك تطوير وهناك معرفة بأهمية هذا النوع من الاقتصاد الذي يهيمن على مستقبل العالم ويرسم آفاقه. أعود إلى موضوع فهم السياسة والاقتصاد وأهمية الاقتصاد. أتذكر في عام 1990 أظن في شهر 5 مايو زار وفد يمثل مجموعة شركات أمريكية كبرى العراق، والتقى بهم في ذلك الوقت الأستاذ طارق عزيز رحمه الله. وفي التعريف بهذه المجموعة من الشركات اللي هي أكبر الشركات الأمريكية، ذكر ما زلت أذكر وكان رقم في ذلك الوقت كبير جدا، أنه قيمة السوقية لهذه الشركات أو رأس مالها لا أذكر بالدقة يعني 500 مليار دولار. وهذا يعني كان يمثل قمة الشركات الأمريكية في ذلك الوقت. إذا أخذنا هذا الرقم لمجموعة شركات كبرى أمريكية الآن وقارناه بواحدة من الشركات الأمريكية الحالية، هذا يصل نصف القيمة السوقية لشركة أبل على سبيل المثال. هذه شركة واحدة، مجموعة شركات. فعليه إذا نستعرض بعض شركات وادي السيليكون أو سيليكون فالي في الولايات المتحدة، سنكتشف بأن الاقتصاد الأمريكي اختلف اختلاف كبير عما كان عليه، وهذا يؤكد بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة اختلفت. هذا من جانب. من جانب آخر، موضوع الطاقة الذي تحدثنا عنه، مصادر الطاقة، أيضا الولايات المتحدة خطط خطوات كبيرة في محاولة للاستغناء عن مصادر الطاقة من الشرق الأوسط. أنا عندما أذكر هذا حتى نبدأ نفكر بالكيفية التي ترسم فيها الولايات المتحدة سياساتها المستقبلية، خاصة أن منطقتنا محورية بالنسبة للولايات المتحدة. فبالنسبة للنفط، الولايات المتحدة وأيضا حاضرين أساتذة باختصاص النفط، أعتقد قطعت شوط كبير في موضوع النفط الصخري.
وقطعت شوط كبير في بديل آخر اشتغلت عليه وهو الطاقة النظيفة التي توفر أو تستغني عن كميات كبيرة من النفط، سواء كانت طاقة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وغيرها. أيضا كل جهة أو كل دولة يحسبون الكوست، الكلفة لكل شيء، فكلفة تأمين النفط من المنطقة الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، طبعا معلومات الأمريكان الباحثين والكتاب والمراكز المختصة، سنويا ما ناشرين من فرقاطات ومن قواعد ومن تأمين لتأمين النفط، أمريكا تخسر 200 مليار دولار لهذا الغرض. هذه العوامل المجتمعة بالتأكيد تجعل من يعني السياسة الأمريكية مختلفة قبل سياستها 40 و30 سنة. فإذا نأتي على ذكر الشركات الكبرى، وهذا ما أركز عليه، يعني الواردات الأمريكية أو الناتج المحلي الأمريكي فقط من وادي السيليكون ثلث يمثل وادي السيليكون ثلث الواردات أو واردات الاقتصاد الأمريكي. حتى يعني ربما وادي السيليكون والواردات وهذه الشركات الانترنت قد تحتاج إلى كثير من الشرح والتوضيح، لكن على سبيل المثال شركة فيسبوك يعني عمرها قصير جدا الآن تستحوذ على نسبة ربما تصل 60-70% من الإعلانات في العالم، والإعلانات كما تعرفون حضراتكم كانت تعطى للتلفزيونات في يعني العقود الماضية، وللصحف أيضا والإذاعات والإعلانات الطرق وغيرها. هذه الشركة المبتكرة الجديدة، يعني واحد يخلي إعلان مثلا عن يريد يشوفوه ربات البيوت حليب أو شيء للأطفال مثلا، أو إعلان يعني يهم الأطباء، أو إعلان يهم فئة من المهندسين، هو يشاهدوه هذا الإعلان يمكن 95% من اللي يشاهدوه هو ما يعني، يعني ما راح يربح منهم صاحب الإعلان، بس مضطر لأنه أدوات أداة العرض هي التلفزيون مضطر أنه يخسر. فيسبوك وتويتر بعدين والإنستغرام وغيرها وضعوا طريقة في عرض الإعلان أنه الإعلان يستهدف منطقة جغرافية، مثلا يريد يستهدفون أم أذينة فقط في عمان أو أم السماق لأسباب تخصم مشروع عقاري أو غير ذلك، وتستهدف فئة عمرية، يعني مثلا يريد يستهدفون من 20-30 سنة، ويستهدفون فئة مثلا فقط المعلمين أو ربات البيوت. هذه الموجودة اللي سوى الأكاونت أو الحساب مالته في فيسبوك تويتر غيرها من يخليها بالبرمجة هذا الإعلان ما يروح لهذه الفئة، فعليهم ما يقدمون إعلان رخيص ولكن ما بيهدر، ما بيهدر لناس ما يحتاجوه، صفحته يجي الإعلان المستهدف به. أي هذا واحد من مؤشرات بسيطة. هذه الأموال اللي كانت تدفع لصحف وتلفزيونات ومحل مجلات مثلا الآن تدفع إلى فيسبوك وتويتر وإنستغرام وهذه الشركات الكبرى. مجموعة النشاطات اللي تحدثها هذه الشركات، شركات التقنية الحديثة، تحقق أرباح كثيرة وبأيدي عاملة قليلة جدا، يعني ليست كالشركات الكبرى. ولهذا نجد يعني الآن ممكن أنه نشوف شركات الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة كم تاريخها، والآن من تقدم عليها، من تقدم عليها بقيمتها السوقية ورأس مالها. هنا مسجل بعض الشركات مثل شركة أكسون موبيل إنتاج النفط، قيمتها السوقية الآن حسب المصادر والمراجع من 350-400 مليار دولار. هذه الشركة تأسست سنة 1870، يعني بحدود 150 سنة صار عمرها. شركة جونسون أند جونسون تأسست 1885، قيمتها
السوقية 289 مليار دولار. جنرال إلكتريك تأسست 1892 قيمتها 275 مليار. وبنوك أيضا أخرى وشركة شل للنفط والغاز تأسست 1907. الشركات الحديثة أو شركات الاقتصاد العالم الجديد الذي نتحدث عنه حققت 500 شركة في العالم، واللي هي شركات أمريكية إلا كم شركة صينية وياها، أرباحا بقيمة 3 تريليون دولار عام 2018. يعني احنا بعدنا ما منتهين من عام 2018، فهذه الأرباح الكبيرة جدا. ذكرنا احنا الشركات اللي تعتمد الصناعات التقليدية، على سبيل المثال حققت شركة وول مارت إيرادات بلغت 485 مليون دولار مليار دولار لعام 2018. هذه شركة قديمة ولكن انتقلت إلى التسويق عن طريق التقنيات الحديثة اللي هو التسويق من خلال الإنترنت. نأتي على الشركات الحديثة، نذكر الأرقام. الشركات يعني قيمة سوقية للشركات، مثلا أبل قيمتها السوقية 922 مليار دولار. وهناك معلومات أنه بلغت 1000 مليار، وهناك مصادر تقول تجاوزت 1000 مليار. شركة ألفابيت اللي هي الشركة الأم لجوجل 810 مليار دولار، وهناك تقديرات أيضا تفوق عليه. شركة أمازون 774 مليار دولار، وهناك معلومات أنه صاحب شركة أمازون تجاوز الثروة الجميع حتى بيل غيتس، والآن أصبح الأثرى في العالم. مايكروسوفت 745 مليار دولار. يعني هذه الأرقام عندما نتوقف عندها نحن نتوقف أو نقف إزاء اقتصاد عالمي جديد خطير. أوروبا يعني الاقتصاد الألماني اقتصاد كبير، والاقتصاد الياباني بهذا المجال تستحوذ على هذا الاقتصاد العالمي الجديد هي الولايات المتحدة، وكما ذكرت هناك نشوء للاقتصاد الصيني أو تصاعد واستحواذ. الصين بالمناسبة يبنون منذ سنوات شبكات إنترنت بحيث يكون يعني المنافسة منافسة حقيقية وكبيرة. يعني بدأوا من البنية التحتية، بنية تحتية للإنترنت. يعني مثلا في منطقتنا العربية نحن أسرى لقوة خطيرة جدا هي الولايات المتحدة. إذا أوقفت الولايات المتحدة ساعتين الإنترنت عن المنطقة، لا المصالح الخاصة تعمل ولا المصالح الحكومية. قبل يقولون بأن هناك يعني السيطرة عسكرة الفضاء وحتى تسيطر أمريكا على العالم، وهذا طبعا كان يعني من بداية الثمانينات يحتاج إلى مبالغ هائلة جدا وأيضا نتائج خطيرة جدا. الآن من تجي تحسب الهيمنة الأمريكية هذه يعني القوة الناعمة جدا جدا ولكنها خطيرة جدا. بين هذا أمر عندما نتحدث عن الآفاق المنظورة للاقتصاد العالمي الجديد لابد أن نتوقف عند موضوع الاحتكار. والاحتكار أمر يعني نحن تثقفنا والعالم الذي يسمى اليساري الثوري أنه ضد الاحتكار وضد الاحتكار، والاحتكار معروف كان لشركات كبرى. الآن يحصل احتكار خطير جدا ولا أحد يتحدث عنه، الكل يستهلك ويتسابق لاستخدام هذا الاحتكار. ربما يعني البعض غير مهتم بالتفاصيل، ولكن أذكر
أنه كل واحد فيه تليفون الآن راد ينزل أي أبليكيشن تطبيق. يعني هناك مصدرين فقط، سوقين أو مخزنين، هم يسموه ستور، مخزن، مخزن مع جوجل، الجوجل بلاي، ومخزن مع شركة أبل اللي هو أبل ستور. كل واحد يريد يعرض منتجه في العالم من أي مكان في العالم، يريد يعرض منتجه لازم يعرضه بهذه، طبعا يأخذون عليها كلها، صح مبالغ قليلة ولكن أرباحها هائلة جدا. فأنت الآن العقول في العالم كله التي تنتج أشياء تقنية حتى توصل للمستهلك اللي إحنا، لازم منين نأخذها؟ نأخذها من التليفون. هذا التليفون مرتبط المخازن اللي تجي منه اللي نأخذها إحنا نستلمها مرتبطة بهذا المخزنية فقط. لا أحد يتحدث الآن عن هذا الاحتكار، نوع من الاحتكار، ولكنه احتكار جاء بطرق ذكية جدا، وهم يربحون كثيرا ويشعرون ويشعرون العالم كله أنهم متفضلين علينا، ونحن نتفاعل بشكل إيجابي، ولكن هو احتكار. هذا الاحتكار طبعا يؤدي إلى أن تدفع الناس مبالغ مجموعها صح قليلة ولكن طائلة جدا، تذهب إلى شركات، هذه الشركات تعزز الاقتصاد الأمريكي بطريقة مذهلة وخطيرة كما ذكرنا في الأرقام لبعض هذه الشركات. يعني وادي السيليكون بأربع مدن من الشركات التقنية، هذه المدن أو أربع مقاطعات تستحوذ على كل شيء، كل شيء الآن العالم يستخدمه، الناس كلها تستخدم التليفونات والابليكيشن والمعلومات. وضمنها طبعا أيضا لا ننسى أنه هناك تسويق للثقافة، تسويق لنمط استهلاكي حياتي أيضا من خلال هذه التطبيقات والبرامج والثقافة. يعني أنا لا أريد أن أقول بأننا أسرى لهذا يعني هذا النوع من الاحتكار، وبالتالي هذا النوع من الثقافة والتأثيرات الثقافية. يعني الولايات المتحدة هيمنت كثيرا من خلال مثلا هوليود، معروفة أنه تسوق كل ما تريد إلى العالم من خلال يعني الشركات العملاقة في هوليود، سواء كان السينمات التقليدية وبعد ذلك التلفزيونات، والآن شبكات متخصصة في هذا التسويق، وأكبر هذه الشبكات شركة نتفليكس التي يعني يتوقع الخبراء أنها قد تتسبب قريبا بإلغاء أو استغناء الناس عن التلفزيون العادي التقليدي، يعني الشبكات أو القنوات التقليدية. يعني أنا قلت في البداية أنه أعتذر عن صعوبة عن الإلمام بكل هذا الموضوع، ولكن ما أقول به هو رؤوس أقلام وربما جزء من التنبيه لخطورة ما يجري. ما يجري هو أنا يعني في 20 سنة كما قلنا انتقل هذا العالم بشكل خطير جدا، يتحول إلى هيمنة واحتكار أخطر. الجديد في هذه الصناعات أنها ما عادت يعني كما هو في الشركات التقليدية. يعني من يلقي نظرة على أصحاب هذه رؤوس الأموال الضخمة والشركات راح يشوف كلهم شباب، يعني بدأوا هم صغار. يعني إذا يعني أحد يروح يراجع يشوف حياة مؤسس موقع علي بابا جاك ما الصيني، يعني في مفارقات كبيرة. الآن جاك ما من كان مقدم على وظيفة في كنتاكي حتى يكون عامل، وأن مقدم على وظائف 21 مرة ورفضوه، راح إلى أمريكا اكتشف بالتسعينات أنه شيء اسمه انترنت، بعد أن اشتغل مترجم مع السياح الأمريكان في الصين، رجع للصين مع جماعته جمعوا 1500 دولار حتى يسوي الموقع مع علي بابا. نجح علي بابا والآن جاك ما يعني ثروته تقدر من 30 إلى 50 مليار دولار. بيزوس، جيف بيزوس مؤسس أمازون، الآن أغنى رجل في العالم. هذا كان تخرج من أظن
يعني من خلال الانترنت، يعني 95 96. فيذكر انه التقى 100 مستثمر امريكي كبير، نتحدث عن العقول الكلاسيكيه العقول الجديده. فهذا الشاب راح قال التقيت 100 مستثمر، يذكر بعض اسمائهم، فمن يقول لهم اريد ابيع انترنت اعطوني اموال حتى، قال كلهم جاوبوني باستخفاف انه الكتب موجوده على بالشوارع بالمكتبات، ليش الناس تشتريها من الانترنت؟ هو يقول نفسه هو وبيل جيتس او جوبز وكلهم اللي اشتغلوا بهذا، قالوا احنا جايين نشوف انه السنوات القادمه راح يكون الانترنت هو واسطه التسويق. فبعدين سوى امازون، امازون فقط في العام الماضي يعني اللي سموه بلاك فرايداي، الجمعه السوداء اللي هو يسوون بها تنزيلات، السنه ما اعرف يعني اخر جمعه من نوفمبر من كل عام، فقط في 24 ساعة ربح جيف بيزوس 5 مليار دولار. وهكذا هم يعتمدوا أيضا بالمناسبة على مبدأ يقول أن الأفكار تأتي بالأموال والأموال لا تأتي بالأفكار. لهذا المثال مثلا شركة نوكيا العملاقة، تعرفون حضرتكم هي اللي كانت مهيمنة على السوق التليفونات، شركة نوكيا الإدارة مالتها الإدارة التقليدية اللي هم كلهم لازم أربطة ورجال كبار وعندهم خبرة، فما قروا أو استشرفوا المستقبل اللي راح تصير عليه التطورات الحديثة خاصة من أبل وسامسونج. فكان سعرها بال 2007 200 مليار دولار، قبل 4 سنوات اضطروا يبيعوها ب 8 مليار دولار، ورئيس مجلس الإدارة بكى أمام الكاميرات وهو يبيعها بعد أن فشلت نوكيا. يعني أكو تغيرات كثيرة بالبنى التحتية، بالعقول التي تدير، بالاستشراف، بالمرونة في التعامل، هذه كلها طبعا أنتجت هذا الكم الهائل من الاقتصاد، سواء كان مخطط له أو العقول منفتحة أو يعني البيئة مهمة، البيئة الأمريكية التي تتعامل مع العقول الجديدة أنتجت كلها هذا الواقع الاقتصادي الجديد اللي الآن نتحدث عن قوة عملاقة تتفوق على أي قوة اقتصادية. مثل ما بديت أريد فقط أختم بهذا الأمر، أنه ضروري جدا أن نعيد تفكيرنا بالخطط الأمريكية التي كانت تهتم جدا بموضوع يعني الموارد المالية التي تأتي من الخارج، والآن كيف ينظر الاقتصاديون قبل السياسيين الذين دائما في الغرب في أمريكا تحديدا يستمعون إلى الخبير ما يستمع إلى المستشار السياسي، ينظرون إلى أن الأمور اختلفت كثيرا والعالم مقبل على ثورة هائلة في موضوع التقنيات الحديثة وما ينتج عنها من اقتصاديات أيضا كبيرة، وهذا كله طبعا يقع تحت عنوان الاحتكار، نحن ضحايا شئنا أم أبينا، فكيف نفكر حتى نخطو خطوات توازي على الأقل أو تكبح أو ممكن تستفيد من هذه التقنيات لبناء اقتصاد له قيمة في المجتمع، في الثقافة، في التعليم، في الأخلاق. الآن نحن أسرى لهذه التقنيات، لهذه الثقافات وتسويقها. شكرا جزيلا وآسف لإطالتكم.